شاء الله جاي جاري التكريم حد نشهد شو اللي مدانا. وصلت على تكريم أستاذ باسم عبد الأمير أفضل منتج لعام 2018، فنان ومبدع يستاهل. تكريم أفضل مخرج درامي للمرة الثانية اليوم أستاذ مناف حبتان وحرمة زينب العلي. الحب رفيجة عمري هذه، في كل سنة يعطيك ألف عافية. لنا الشرف دائما داعم للكل، يعطيك العافية. أنت من الناس اللي واحد يتشرف فيها. الله يسلمك. الفتاة الكويتية اللي وصلت للعالمية. الله يسلمك. الله نايف أهلا الأعلى يا رب. أفضل شخصية سوشيال ميديا نسائية، الشخصية اللي مؤثرة بوسائل التواصل الاجتماعي. إن شاء الله المليون سنة تاج العلي عن دورها في مسلسل ما حصة قلم. يا حلوها. اي والله اتذكر ساعدونا ترى تيننا ما اشوف الصدمة للناس. دائما يقولون هذا المخرج العود وهذا اخوه فنان عود. عندي انا يكون دائما اخواني الصغار عبود وعزوز. والله العظيم احنا كبرنا مع يا جماعة أسراري كلها عندها، كل أسراري عندها. ويخليكم وسلمي على الوالد والوالدة وأهلي. النجومية اللي أنت اليوم انا بوقت الاسناب والدحاوي حبيبتنا احلى بوقت. هلا العراقي مونود. الله يعزك حبيبتي. علي عاش من شافه. علي عاش حبيبتي. نورت سناب اليوم. وانا بتكلم وياها. وانا ادري عندي وايد من العراقيين على فكره يتابعون سناب يحبونك. سلم عليهم. يموتون عليك ما يحبوش العراقيين واحنا سنتفقنا ها؟ ان شاء الله راح نبوقها ونجيبها يمنا. جرب. حبيبتي الله يعزك. وين لو في جائزة حق أحسن فان راح أعطيها حق الإنسان. والله هاك خذ حقك والله تستاهل. ميك اب وشعر اليوم صلاة مشاعر عجيل وبدلت التين اليوم درعت التين من دبل جون. I love you سارة على طول انضبطتني. شكرا مهرجان المميزون. الحمد لله رب العالمين. ثاني تكريم خلال شهر واحد أفضل شخصية نسائية على مواقع التواصل الاجتماعي. شكرا الشيخ دعي الخليفة. شكرا نايف الشمري أخوي العزيز والله يوفقكم دائما. الله العظيم انتم تنوكلون ولك انا متكرمه من زمان من ساعه اللي سويتوا لي فولو. هذا اكبر تكريم. احبكم.
you're happy, you're gonna go to Moana's play بالعيد. Yeah. When? بالعيد. خلاص. خلاص ثاني يوم العيد. حجز لهم حق شو مغامرات موانا واحتفالية مملكة الأسود عرضين بسعر عرض واحد ترى مسوينهم جايين من الكويت شيء راقي على مستوى كذي عروض لندن وبرودواي. شو هيدا يا مشعل عجيل شو هيدا؟ يغزي العين هيدا ميك اب ولا فلتر؟ انا هلا من زمان هو يا ابوي من زمان انت احلى مني حصوصه حصوص هني خلص تعدل اللي جاري الله يسلمك عمرك شنو هالوضعية بالتوفيق مقابلة اليوم عيوني لا تنفني وما لك شغل باللي يقول لك ضعفتي وايد ترى يعني اوروبي